معانا على التليفون نجمتنا الرائعه، هي عارفه انا احبها قد ايه، الفنانه الكبيره هلا صدقي. كل سنه وانت طيبه. و... ده احنا في حديث. الو الو ايوه. كل سنه وحضرتك طيبه وعيد سعيد. وانت طيب وانت بألف خير يا حبيبي. يا رب يخليكي، يا رب يا رب يخليكي. انا يمكن واحنا بنعيد عليكي ويهمنا قوي ان احنا نعيد عليكي، هسألك على الفرق ما بين مصر من 8-9 سنين والنهارده. لا، في فرق كبير جدا. للدرجه دي؟ طبعا في فرق كبير جدا. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ الفرق انه في تقبل الاخر، بدا يبقى في تقبل الاخر. في يعني الاول كانت الحكايه صعبه، في مفاهيم غلط، في مفاهيم شريره جدا، في روح مش حلوه، في ناس بتزود الروح الوحشه دي قوي. دلوقتي العكس، بالعكس يعني دلوقتي في حاجه كده تفرحك، يعني في حاجه مش يعني مش عايزه اقول حاجه معينه بعينها، بس في حاجه كسرت الاحساس بانك انت مش محسوس بيك، بانك مش موجود، انك مش على الخريطه. حاجات كتيره اتغيرت طبعا. دول كلمتين لوحدهم يجي بمليار جنيه بصراحه. يعني اعتقد يعني انه كان الناس، كان في يعني قبل العيد ده على طول انك بقى في ايه، مفهوم ايه، هو احنا هنعيد عليهم ولا ما نعيدش؟ هو حلال ولا حرام نعيد عليهم ولا ما نعيدش؟ حاجه قمه التخلف الحقيقه. وواحد يروح وقمه الجرح لينا بجد. يعني شيء سخيف، يعني بيصعب عليك الناس دي حقيقي، بيصعبوا عليك لانه من جهلهم. لكن وفي نفس الوقت بتزعل ان في ناس بتستغل جهل الناس او طيبتهم وبيلعبوا على وتر مش لطيف مش حلو. انك انت في اغلب الاعياد، انت في اغلب الاعياد انت منتظر في كنيسه هتتفجر ولا مين اللي هيموت النهارده في العيد، يعني هيكئبونا ازاي؟ في انه الناس كلها، كلنا بنحتفل مع بعض. صح، يعني انك انت بتاخد اجازه، كل الناس بتحتفل مع بعض. حاجه حلوه. يعني اصحابي عايزين يجوا يعيدوا عليا، مش عارفين يجوا يعيدوا عشان عندهم شغل. فما تحسش بالعيد. صحيح، للاسف كان بيبقى شيء غير لطيف على الاطلاق وجارح بالمناسبه. وجارح جدا. في حاجات طبعا كتيره كانت بتبقى جارحه، لكن انه انا اشوف شجره كريسمس في الشارع او زينه الكريسمس في الشارع، دي من امتى كنا بنشوفها في مصر؟ ما كانتش في مصر ده. كان ناس كتيره بتسافر بره عشان تتفرج على زينه الكريسماس. الاحتفالات. انت حضرتك بقى شوف، انت مثلا حي الشيخ زايد او اكتوبر، كان اتوبيسات جايه من محافظات، يعني الطريق في اكتوبر كان مقفول. ما حدش عارف يتحرك لمده 3 ساعات 4 ساعات. بلوكت. والسبب انه اتوبيسات جايه من الاقاليم والمحافظات جايين يتفرجوا على شجر الكريسماس ويتصوروا جنبه. لا، ده انا اتفاجئت بحاجه. انا كنت من حوالي تقريبا اسبوعين مسافر بغداد العراق. وبعدين وانا لسه في مطار القاهره، لسه بقى ما رجعتش، انا في مطار القاهره، لقيت انه كريسماس كارولز جوه المكان في السماعات، وزينه اعياد الميلاد في كل المطار، وحاجه مذهله جدا رائعه وتشيع البهجه والفرحه بانه مصر بتاعت الكل. ففرحت. أيوة فرحة. وأنا راجع لقيت نفس الموقف هو وكأنها قدام العالم، يا جماعة هي دي مصر. طبعا طبعا. حلوة فعلا. أنا أشكر. يعني إحنا الـ التفكير، طريقة التفكير ابتدت تتغير، وتقبل الآخر. صحيح لسه إحنا ما خلصناش، لسه فيه شوائب. صح. كتيرة. صح. مش شوائب، لسه فيه جزء كبير كده
بيشع جهل وبيشع كراهية، لكن قليل. بس يعني هيبدأ يزول، يزول واحدة واحدة، يختفي واحدة واحدة، وهياخد وقته، مش هيخلص بين عشية وضحاها زي ما بيتقال، هياخد وقته. أنا نفسي قوي قوي نحن نبدأ بالمدارس وبالتعليم. صح، 100%. هي دي البذرة الأولى، حتى لو البيت مش مظبوط يبقى المدرسة بتعلمني أنه لا، تقبل الآخر. فبتوجع، لازم كل ده يتغير، ويتغير بسرعة، عشان نكبر العيال الصغيرين بروح مختلفة، أو بالأدق بالروح الأصلية، مش بالروح اللي فيها الشوائب زي ما وصفتيها بالظبط. أنا عايز أشكرك وأهنيكي مرة تانية وتالتة وعشرة ومليون، كل سنة وأنت طيبة، وكل سنة وكلنا طيبين بعيد ميلاد سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام.